طبعا ما يقوم به الأمريكي والبريطاني ليس جديدا، فهو يقوم باستهداف ذات المواقع التي تم استهدافها سابقا في منطقة الصليف أو في محافظة الحديدة عموما، إلا أن مثل هذه الغارات ومثل هذه الاعتداءات لا يمكن أن تؤثر على قدرات القوات المسلحة اليمنية، طالما وأن هذه القدرات اليمنية استطاعت أن تصمد في وجه أكثر من 274 ألف غارة طيلة فترات العدوان السعودي الإماراتي، و كان الأمريكي هو من يدير المعركة، وكان السعودي بمثابة أداة لهذا الأمريكي والبريطاني. لذلك الأمريكي فقط نتيجة الفشل الكبير الذي أصيب به في البحر الأحمر وسقوط هيبته وقدرة الرد، يحاول أن يقدم صورة بأنه لا يزال يشن ضربات ويقوم بعمليات ضد صنعاء، ويروجها سواء للرأي الداخلي الأمريكي أو للرأي العام بأن القوات الأمريكية لا تزال تمارس دورها في حماية الملاحة، مع أن أكثر من عسكر المنطقة ومن هدد الملاحة هو الأمريكي والبريطاني. كل ما يمكن أن يقوم به الأمريكي لا يمكن أن يثني القوات المسلحة اليمنية عن مواصلة دورها المبدئي والأخلاقي في عملية الإسناد لغزة وفي مساندة أيضا المقاومة الإسلامية في لبنان، على اعتبار أن هذا النهج هو مبدئي وأخلاقي وإنساني قبل أن يكون أي شيء آخر. لذلك مهما وصلت إليه الأمور لا يمكن لصنعاء أن تتراجع حتى يتوقف العدوان والحصار، ومقابل كل تصعيد سيكون هناك تصعيد من صنعاء، وكان واضح في بيان العميد سريع قبل بيانين من البيان الأخير بأن على الأمريكي أن يدرك جيدا بأن مسار التصعيد من قبله ودعمه للكيان الصهيوني سيقابل بتصعيد ويمكن أن يعرض مصالحه في المنطقة للخطر. جاءت بعد ذلك رسائل مباشرة للأمريكي من خلال استهداف 3 مدمرات ب23 صاروخ، وأيضا استهداف سفينة نفط أمريكية ب11 صاروخا باليستيا وطائرتين مسيرتين، في رسالة واضحة بأن عملية التصعيد ستبدأ بشكل أكبر ضد الأمريكي، هذا في البحر، وقد تمتد أيضا إلى البر لمصالحه المتواجدة أو لإمدادات الطاقة. فصنعاء لديها الكثير من أوراق القوة التي تستطيع أن توظفها في مواجهة الأمريكي والبريطاني والغرب الإمبريالي بشكل عام الذي يقف إلى جانب الكيان الصهيوني، لأنه لا فرق بين الأمريكي والبريطاني والغرب الإمبريالي وما بين الكيان الصهيوني، فكلاهما وجهان لعملة واحدة. مستمرون في العمليات وأيضا التصريحات. وأيضا التصريحات قوية من صنعاء بخصوص الاستعدادات العسكرية، والغريب أن هناك من يروج خاصة في إعلام الذي يتبع دول التحالف أنه الحوثيون يريدون التوقف عن العمليات وما إلى ذلك. نقرأ لمحمد علي الحوثي قوله أن من يهاجم نحن من أصبحنا نهاجم العدو ولن يستطيع ردعنا وما إلى ذلك، يعني هل يشير ذلك إلى أن هناك خطة الآن موضوعة عند أي توسع للصراع في المنطقة؟ نعم، لا شك أن صنعاء هي آخذة في الحسبان معركة كبرى، وليست فقط ما وصلت إليه الأمور ومن حالة من الدعم الغربي اللامسبوق للكيان الصهيوني. صنعاء تنظر إلى هذه المعركة باعتبارها معركة ستكون تأثيراتها أبعد من المنطقة بل على المستوى العالمي، لأن سقوط الكيان سيعني سقوط الغرب الإمبريالي، وواضح من حجم التحرك لديهم سواء الأمريكي والبريطاني أو أدواتهم الأوروبية الأخرى. لذلك صنعاء عدت العدة وهي تمضي في خطوات مدروسة وتطور قدراتها وصولا إلى ما وصلت إليه من الصواريخ الفرد صوتية والطائرات التي تستطيع أن تصل إلى عمق الأراضي المحتلة دون أن تكتشفها كل منظوماتهم الرادارية وأجهزة الإنذار المبكر. لذلك أي حديث عن توقف العمليات اليمنية نقول لهم وبكل وضوح ليس لدينا ما نتفاوض عليه تحت الطاولة، صنعاء وموقفها مبدئي وأخلاقي وواضح، وقد ربطت عملياتها بتوقف العدوان والحصار على غزة، دون ذلك لا يمكن مساومة هذا الموقف اليمني بأي مواقف أخرى، لا فيما يتعلق بحلحلة القضايا مع تحالف العدوان السعودي الإماراتي ولا في أي إغراءات أمريكية. وقد سبق أن كان الأمريكي قدم إغراءات كبيرة لصنعاء لوقف عملياته البحرية، إلا أن الرد كان من صنعاء واضحا بأنه لا يمكن أن تتوقف العمليات حتى يتوقف العدوان والحصار، فموقفنا لم يكن للمقايضة وإنما كان انطلاقا من مواقف مبدئية وأخلاقية وإنسانية. لذلك عملياتنا ستتصاعد، عملياتنا ستستمر سواء فيما يتعلق بالعمليات البحرية أو في العمليات المباشرة إلى عمق الأراضي المحتلة أو فيما يتعلق بتوسيع الصراع إلى أهداف ومصالح الفئة الأمريكية.